السلام عليكم خوتي أزول، تحية لكم شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفي نكديزات، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف، وتحية عطرة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. حصة اليوم خوتي نتكلموا على المنتخب الوطني الجزائري، على بيتكوفيتش، على الضجة التي وقعت على عدم استدعاء رياض محرز ويوسف بلايلي أو إسلام سليماني، والكلام الكثير، وكما يقولوا شفنا حملة ممنهجة ضد هذا الناخب، ضد خياراته. قلنا هذا الناخب له حرية خيار قائمته، إذا كانت النتائج كويسة سنقول خياراته ناجحة، إذا كان خلل في اللاعبين اللي ما جابهمش معك سننتقد الرجل بلي أخطأ في هذا وأخطأ في هذا، ولكن نحكم عليه من قبل ونرد هاد اللاعبين اللي ما تكونفوكاش، ردهم هما باللي كانوا هما اللي صوفر تاع ليكيب ناسيونال، ملي تسمعو تحضروا هاد اللاعبين تحسب لا كوب دافريك التالية ديناها ماركينا 20 بيوت، درنا حاجة اكستراوردينار، مشناش هاد الأمور. عندنا اليوم صوتي نضمو للأخ والصديق حسين جنات اللي قام دار تصريح قوي وقوي جدا. انا فكرني بصوالح صراوه ليبوك في لابيل في الوقت الزاهي تاع الكره الجزائريه. سمعوا واش قال حسين جنات ومن بعد نتكلموا باذن الله. سمعوا معنا شو اختيارات المدرب ما حيش بليلي عادي جدا. نعطيك امثله، نعطيك زوج امثله. الخضر باللومي وما ادراك احسن لاعب انجبته كره القدم الجزائريه، رحيل بوكاس افريقيا الامم 1990، كرماني ما داروش في القائمة، مفاجأة قد الدنيا. باللومي ما يكونش في التشكيلة، 31 سنة في عمره، عادي مرة مرور الكرام. عادي مثل عادي نقول لكم تاع مرور الكرام تاع باللومي. في 1990 دينا كأس إفريقيا. في نوفمبر 1989 كانت عندنا تصفية كأس العالم تاع إيطاليا. المنتخب الوطني كان يدرتك. طحنا في ماتش بهراش مع مصر. ماشي مشكل. في الماتش باراج هذا باللومي كان رقم 10، ماجير كان لموي اونترينر في لالي، درنا 0-0 في قسنطينة ونشفى عليها كيما اليوم، وروتو لعبنا في القاهرة، ودنا طرابلس في ايطاليا ولعبنا مباراة ودية ضد منتخب ايطاليا. واه كانت ليك الناسونال كانت بقيمتها 16 في ايطاليا، ولعبنا ماتش اميكان مع الطليان، خسرنا 1-0. وقع ديك الحادثة بالحادثة تاع باللومي تاع الطبيب حصلوها فيه، كاين أمور كيما يقولوا أون ديباتية. في الروتور لعبنا على شهر ولا شهر ونص هكا زيادة في الروتور، ذاك الوقت باراج كان استقال لموي وجا في بلاصتو المرحوم كرمالي. لعبنا ذاك الماتش باراج خسرنا 1-0، دراع بالدبزة بمشاكل في مصر، راحنا المونديال. بعدها بشهرين او ثلاثة او ستة اشهر في ماس كانت كأس افريقيا 1990، القائمة دارها المرحوم كرمالي، نحى باللومي خويا وي، ونحى عدة لاعبين اخرين باللومي ونعم، وجابوا لاعبين محليين صايب لي عجاس لي سرار غارديان عثماني، جابوا اخويا جابوا نحى باللومي وي، باللومي الأسطورة الساحر، سحار تاع بورا. وحنا سكتنا باللومي، قال لك شوا منا بلاص، يقول لكم ماجر ما قبلوش، يقول لك مشاكل انضباطية. رحنا دينا كوب دافريك ودرنا والو صاي سيب والنتائج. دروك هذا بيتكوفيتش ما خيرش فلان ولا ما خيرش فلتان، خلي النتائج اللي تحكم عليه، خلي النتائج تحكم عليه. علاش؟ ما حدش دار في هادي عام ولا عامين، قولوا لي واش دار ولا 3 سنين ولا 4، هانا على الشيطان. كنتو قاعد تطالبوا برحيله، دوك لقيتو السبه كاع جيتو كيف عرفوا كاع، ومشيت تلقاهم كاع تابعين لعصابة سيدي موسى، الاغلبيه تابعه لعصابة سيدي موسى، وكاع من المقدسين، غير المقدسين اللي راهم يهضروا
انا من معيش من بلايدي على الشيطان. نشوفوا جنات تاني اللي عطانا مثال اخر فكرني بالتاريخ جنات الله يكثر خير. حتى انتوما في وداد بوفاريك في 86 رايحين للمونديال، شكون البطل؟ شبيبه القبائل، الدوبلي، بطوله وكاس، احسن هداف، الهداف المرعب ناصر بويش سجل 36 هدف. صح. احسن هداف. تخرج القائمه تاع لي ماشين داهم سعدان للمونديال، 11 لاعب يشطوا في البطوله المحليه منهم زوج يلعبوا في وداد بوفاريك، العربي وفوزي بخالي. بويش ناصر ما كانش في القائمه. صح. وعادي جدا. اليوم ابراهيمي شحال عنده ما عيطولوش. بويش 12 خويا، بويش 12 عاودي الشبكه تبغيه تاع جومبو جات الشبكه تعشق فيه. ارتيس هذاك بويش طويل هذا ماركيها بارتو ما داش نورمال. المونديال تاع مكسيكو سعدان عادي 86 نورمال ما داش ما كانش ليه هذا باسكو الناس كتعرف بوله تعطي قيمه. دوك خرجوا له يشرب منه الناس يخدموا اجوندات. كمل 26 شهر وابراهيم غايب وما عيطلوش الناخب الوطني للتربصات. الناس مشات مع الناخب ما مشاتش مع ابراهيم. بن طالب اربع سنوات من 2018 ما زالش عيط للناخب الوطني اربع سنوات ولا واحد قال علاش ما عيطش لبن طالب. اليوم كان اللي راهم يقولوا سعيود علاش ما عيطوش سعيود 34. اليوم كان اللي راهم يقولوا سعيود علاش ما عيطوش سعيود 34 سنه في امره. ياك راكم تقولوا بالما راكم تقولوا واسمه رياض محرز كبر 33 هو سعيود كبير على رياض محرز. اليوم شوف اليوم كاين ناس انا نقول لك صراحه اللي كانوا يقولوا المؤامره وذيك انا نقول لك المؤامره اليوم راهي قلعت. اليوم الناس اليوم قلعت المؤامره. كاين ناس من خلال التصريحات تاعهم تفهم بانهم عندهم اهداف اخرى. اليوم كاين عندهم اهداف اللي راهم من خلال هذه التصريحات. حنا يا هذا تعلمنا يا اخي تبعنا كره القدم هذا شفنا الناخب الوطني الناخب الوطني الي لوزيتش نهار اللي حكم المنتخب الوطني نحى لاعبين ولا واحد كان يتصور بانه نحيهم. تنحي كريم زياني في وقته تنحي نادر بن حاج تنحي مطبوع نحاهم وجاب لاعبين اخرين عادي جدا. هو قرر ناخب وطني قرر اليوم مش على لاعب نديروا ثوره في هذا البلاد علاش نحى فلان وعلاش ما عيطش لفلان وهذا مجرد ستار. اسمح لي انا نشوف شايبي ما عيطلوش صح نقول شايبي ومازال صغير وذيك ولكن اختيارات تاعو لازم نحترموها. بلايلي ما عيطوش يقدر يعيطوا في 16 جاي عادي جدا انا نوقفك معليش في السير الامر عادي نورمال خيارات تاع مدرب حوزين شنو معك في هذه واخويا ما راه مشكل ما يطلعش عينه هو مشكل خيارات تاعو قال لك فلان فلان الله يسهل ابراهيم 26 بنت سيمو ما يطلعش نورمال كتو فابيا قال لك بلي كاع الشعب كان يقول مع بالماضي وكان يكوع كاع يقول بالماضي ناس ملاح كانوا صومبيت المقدسين حاجه اللي يديرها يبرعوا عليها التبرير كنتم مجمعين تبريرات الشعب يطيح فلان يستاهل تطيح يسب فلان يستاهل يعاير تبون يستاهل يعاير تبون عادي كان نعقل عليكم في لي كونفيرونس تاعو كان مجرجركم متجرجير مام انتم الصحافيين كان مرخصكم المقدس والله ما تردوا عليه تقول المقدس ناس ملاح ودار لنا والسيري وتطا وتطا دوك من جاكم اونترينر بروفيسيونيل خدام وخلي النتائج تحكم عليه جايين تذبحوا ذبحوا غادي تحقروا فيه لا تحقروش قال لك الحقات خلاص عليه دليل فهمتوا وقال حسين جنات قال لك اين هو المشكل بو سعدان ذاك الوقت وجا دار العربي الهادر ودار دو جوار من بوفاريك وما داش مجياس كان نورمال علاش راكم ديروا فيها ما على بالناش شاو المغزى تاعكم ما على بالناش انا على بالي المغزى تاعكم هما انتم مقدسين بالماضي تحوسوا تردوا صادي بلا شك همكم وليد صادي هذا الاونترينر غير ضحيه الهم تاعكم وليد صادي وليد صادي ما سمع بكم راه خدام وليد صادي على الاقل جاب 300 مليار تاع سبونسور انتم اش جبتو غير المشاكل مول المشاكل جيبوا فضائح تاع اتحاديه لا تقدروا خرجوا لنا كاش فضائح تقدروش تعرفوش تعرفوش تنتقدو قلوبكم مغلوقة غير بالحسد ان شاء الله باقي اقل من 24 ساعة ان شاء الله منتخب غني يدير مباراة قوية ان شاء الله مع غينيا ان شاء الله يكون الفوز بالاداء والنتيجة ان شاء الله سيكون ان شاء الله انطلاقة للمنتخب الوطني هوني ما بغاش بيقولو للاسف كاين ناس كبيرة يتحوس على الاخفاق الاخفاق في المنتخب سي كراف وطاي طاي خارج لها طاي طاي
من المحرج روح طاي طاي طاو طاو نديرو نديرو وهم هكا يغلو 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 على خسارة المنتخب. عيب عيب على الاقل كستر روحك اسيدي، ماكش باغي لاجي تربح ما تبغيهاش في السطرة، تمشي طاي طاي. فان لم تستعوا فافعلوا ما شئتم، هذه اللي نقولها لكم. جند حجين جند راه برد لكم مستعرب به. ان شاء الله فوزوا على غينيا وفوزوا على اوغندا، ونسي ان شاء الله في بروشان ان شاء الله نديكم فيديو على المنتخب الوطني وعلى التحضيرات للمنتخب الوطني باذن الله. تحيه لكم خاوتي 1 2 3 فيو على جيري.